السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الفيديو الثاني من سلسلة جماليات التصوير الفوتوغرافي اللي راح نتكلم فيه إن شاء الله عن قراءة الصور. الصور الفوتوغرافية هي لإيصال رسالة معينة، وعشان توصل رسالة لازم تستخدم لغة، والتكوين هو لغة التصوير الفوتوغرافي. وعشان تقدر تتقن التكوين لازم تكون تعرف هذه اللغة وتقدر تتكلمها، وعشان تقدر تتكلمها لازم تكون تعرف تقرأها. فأول خطوة من خطوات فهم التكوين إنك تكون تقدر تقرأ الصور. قراءة الصور بتعتمد على خلفيتك الثقافية. عشان تزيد حساسيتك لقراءة الصور لازم يكون عندك تغذية بصرية بشكل كبير، تكون اتفرجت على صور كثير عشان تقدر تتعلم قراءة هاي اللغة وتمارسها بشكل كبير. بفيديو اليوم راح أعطيكم تمرين صغير يساعدك على قراءة الصور. لو نلاحظ الصورة الآن اللي في السلايد هذا هي نفس الصورة، أنا عملتها بليري، عملت فيها out of focus على كل الصورة، عملتها بليري عشان نقدر نقرأ الصورة ونشوف وين التباين تبع الإضاءة موجود. وهذا التمرين نفسه بتقدر تطبقه بدون ما أنك تعمل بليري للصورة. غمض عين واحدة واعمل العين الثانية سكوينش، اضغط العين الثانية هيك وتفرج على الصورة، راح تلاحظ انه تفاصيل الاشياء بطلت تظهر، لكن بيبين معك وين في ضوء وين في ظل. هذا التمرين راح يساعدك على انه انت تتفرج على الصور بمنظور مختلف، ما تتشتت بالتفاصيل اللي موجودة داخل الصورة، راح يخليك تشوف التكوين بشكل افضل. وبما اني رجل بحب اني ارجع كل شيء لاصوله، خلينا نشوف ايش معنى التكوين اساسا في اللغة. التكوين في اللغة ترجع اللفظة للجذر كونة، ومعناها الاستحداث، والكون هو الحدث، والمكون هو الله سبحانه وتعالى. ومعناها إخراج الشيء من العدم، ويقال حسن التكوين أي حسن الخلقة، يعني شكله جميل. ويقال لا كان ولا تكون أي لا خلق ولا تحرك. وفي الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من رآني في المنام يعني فإنه قد رآني حقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتكونني، لا يتكونني يعني لا يأتي أو لا يتكون بصورتي. اللهم صل على سيدنا محمد. أما التكوين في التصوير الفوتوغرافي فهو جوهر الصورة وأساسها والعلاقة الرابطة بين عناصرها. على الأقل أنا بعرف التكوين بهذا الشكل، جوهر الصورة وأساسها والعلاقة الرابطة بين عناصرها. ورح نفهم ليش أنا جبت فكرة العلاقة الرابطة بين العناصر. لماذا يجب على المصور دراسة التكوين؟ من التعريفات السابقة يتضح لنا أن كل الصور تحتوي على تكوين، يعني بكل بساطة أي صورة هي بتحتوي على تكوين. وعليه فإن جمال الصورة ورسالتها إنما تعتمد في الأساس على قوة هذا التكوين أو ضعفه. لذا يجب على المصور الفوتوغرافي التعرف ودراسة جماليات تكوين الصورة الفوتوغرافية حتى يستطيع تقديم أعمال تحمل في طياتها قوة في التكوين، مما يزيد التركيز لإيصال الرسالة المنشودة. احنا تكلمنا في الفيديو الماضي عن أهمية دراسة التكوين لأنه هو اللي بيساعد على إيصال قصة تبعت الصورة. في الفيديو هذا راح نستعرض مع بعض نقاط قواعد التكوين. في الفيديو الأول كنا ذكرنا إنه احنا بنسميها قواعد، لكن هذا لا يعني إنها هي راح تحاصرنا. إذا ما حضرتوا الفيديو الأول ارجعوا احضروا. هذه القواعد اللي راح نتكلم عليها إن شاء الله خلال السلسلة، عندنا قاعدة الأثلاث، الأشكال والخطوط، التقطير، النسبة الذهبية، التباين، التناظر، النمطية أو التكرار، عناصر الكادر، مقدمة هدف خلفية، توزيع الكتل والمساحة والمساحة السلبية، المينيمال، ملء الإطار، واتجاه الحركة في الصورة. على الأقل هذه من وجهة نظري أنا هي القواعد الأساسية للتكوين. إذا فهمناها راح إن شاء الله نقدر نطلع بصور جميلة. ولاحظوا زي ما أنا حكيت في الفيديو الماضي إنه قاعدة الأثلاث هي جزء من قواعد التكوين، وإن شاء الله راح نبدأ فيها في الفيديو القادم. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا جزيلا ونراكم قريبا.